نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. الفاه يعني الناس اللي بيتلسم كده بالعمامة أو بأي شيء، يعني دي منهى عنه في الصلاة. والحديث حسن عند الإمام ابن ماجه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو بعده. الحديث أيضا صحيح عند الإمام ابن ماجه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنين دون الثالث، صحيح الإمام ابن ماجه.